رجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ونفصل شوية ونروح لمحمود كاستن، ومطرب شاب بدأ الغنى من 5 سنين وقدم كليب بعنوان لو جاله، قدم كمان ألبوم اسمه حد غريب، وقدم أغنيتين لثورة 25 يناير. هنتعرف عليه أكتر. أهلا بيك يا محمود، أهلا بيكي، وصباح الخير. وصباحا صباح النور عليك. يمكن في البداية بس عايزة أعرف السادة المشاهدين بمحمود، بديت الغنى إمتى؟ يعني حاجة بسيطة عنك. والله أنا ابتديت الغنى من 5 سنين تقريبا، وعملت اول غنوه اسمها لو جاله وبس. كنت برضه نسيت حاجه، معلش لا، ما بيها. انا بقولك ايه، اتفضل. وفي برضه عملت حاجه اسمها امنت خلاص، كليب تاني، والالبوم اسمه حد غريب. اتعاملت فيه مع يعني امير طعيمه، محمد عاطف، عصام حسني، واتعاملت مع رامي جمال ومحمد النادي، واتعاملت مع موزعين نور ويحيى الموجي وناس، يعني ما شاء الله، يعني اسامي كبيره. طيب كلمني فعلا عن التعاملات مع الشعراء زي امير طعيمه ومع الموزعين دول، التعامل كان بيتم ازاي بينكم؟ والله انا اصلا كنتش اعرفهم الاول. انا نور الموزع صاحبي جدا، فكنت بروح، فكنا بنبدا الشغل مع بعض. فهم طبعا بقى كانوا بيجوا هناك، يعني مثلا كانوا يسمعوا مثلا اغنيه يقولوا محمود صوته حلو، فاقول لهم طب نتعامل مع بعض، والتعامل جه كده يعني. طب مين كان بيشجعك يعني في البدايه خالص، مين كان بيشجعك؟ يعني اصحابي وطبعا ماما وبابا، طبعا يعني هم اللي شجعوني اكتر. طيب ممكن تسمعنا حاجة لايف من الألبوم؟ اتفضل. وقبل ما تظلمني قول كلام مظبوط، جاي تصالحني لأ دي فيها شروط، ابعد عني سيبني انا مبسوط وكله تمام، ولا اصبر حبة اصلي قلبي ضعيف، ممكن ازعل بس زعلي خفيف، لازم اسامحك بس سيبني اضيف فاضل لي كلام كده يعني. طيب يمكن كل يوم يا محمود بنسمع في الوسط الفني عن دخول اصوات جديده ومواهب جديده، زي ما بنقول دايما البقاء الاصلح، بس في وسط الزحمه دي لازم كل واحد يتميز، لازم يكون واحد ليه خط، لازم يكون واحد ليه لون معين. تمام. محمود فين وسط الناس دي؟ هو عايز والله يقدم ايه؟ انا طب انا اول كليب انا كنت عامله، عامل كليب، ولا سوري يهمك معلش ولا يهمك. عامل كليب في كلام، يعني كنت بتكلم في الكليب وبمثل وبغني في نفس الوقت. بس هو والله الكليب ما جبتوش معايا، بس مش كده مشكلة. معلش بس. فيعني اول كليب كنت بتكلم فيه وبوقف مثلا اغنيه مثلا بتقف، وبتكلم وبمثل وبغني، فدي حاجه جديده واتحسبت لي الحمد لله والشكر لله. يعني الناس كلها يعني شافت الكليب فعجبهم الحمد لله. اوكي، بس انت عامه بتفكر ايه الطريق اللي انت تاخده؟ يعني انت اصلا يعني اقدر اقول مثلا بتتميز في ايه؟ بتحب الاغاني الرومانسيه، بتحب الاغاني الدراما؟ يعني بحب كل حاجه بصراحه، لان المقياس المطرب ان هو يغني كل حاجه، مش يعني مش حاصر نفسي بحاجه واحده، مش ان انا اغني مثلا مقسوم بس، مش ان انا اغني، لا اغني كل حاجه، اغني سلو، اغني مثلا دراما، اغني مقاسيم، كل حاجه اغنيها يعني. يمكن في بيقال بعد يمكن ثوره 25 يناير هيكون في اتجاه تاني للغنى. طبعا محتاجين يبقى في اغاني رومانسيه واغاني، بس متهيألي ان لازم كمان الفنان يكون عنده قضيه انسانيه مثلا ممكن يتبناها، يعني مش مجرد بس انه يغني للرومانسيه لكن يغني مثلا للحريه، يغني لعدم التفرقه،
ايه رأيك في الكلام ده؟ لا طبعا ده كلام، انا اصلا يعني عامل بشتغل وقتي في اغاني، بعمل حاجه لاصلاح البلد، وبشتغل بعمل حاجات برضو للشباب، وفيها نصيحه ليهم، وفيها حاجه يعني اعمل حاجه كويسه بدل يعني الوقت. انا والله بجد سبت انا كنت بشتغل في الالبوم الجديد هبتدي فيه، ما اشتغلتش شغال في المواضيع ديت، ما طبعا مع الالبوم احمد زكي بقى ان شاء الله. ايوه، عايز اعرف بقى فعلا، انت سمعت انك بتحضر البوم كامل عن الفنان احمد زكي. انا اصلا فنان احمد زكي من فنانين بحبهم جدا، فناني المفضل يعني طول عمري. انا اصلا احنا يعني عندنا كده مطعم كان هو يعني بيجي وانا صغير، وانا كنت صغير من اتعلقت بيه بطريقه يعني مش عايز اقول لك حاجه، زي ما يكون يعني ابويا بالظبط، بحبه جدا وبفتخر بيه بجد، وهو يعني طبعا هو عايش معانا يعني بجد مش ميت طبعا. بجد. طب كلمنا عن شكل الالبوم ده، هيكون عامل ازاي؟ هل هتعيد بعض اغاني الفنان احمد زكي اللي غناها في افلامه؟ يعني الالبوم لا لا هيكون لا طبيعته عامله ازاي؟ ده حاجة جديدة خالص بتعامل فيه بقى، هتعامل فيه ان شاء الله بقى الشاعر عبد المنعم طه. كل اغنية باسم فيلم ليه، يعني مثلا معالي الوزير، فيلم مثلا رجل التعليم مثلا، اي فيلم البريء مثلا. البريء، كل الافلام يعني، وبرضو السادات مثلا جمال عبد، كل اي فيلم ليه هعمله ان شاء الله باذن الله اغنية ان شاء الله. اوكي، طب ما تسمعني حاجة تانية بقى. طب انا اجيب بس المايك اللي وقع بس عشان وراك على طول. بجد اوكي، متأسف لا معاك. لا ما يهمك. مدى القلب اللي قلنا هواه هيبقى امان، وهنعيشه ونهرب حبة من الاحزان، وتاريخ غير ما انا فاكر، طب يا عالم امتى اقدر يوم واقوم من النوم واكون ناسي كاني ما عشت جنبك يوم، ولا انت جرحت احساسي، ونفسي ابطل اسمع لك ولا تسيبني ولا ارجع لك، ده قلبي ما كانش ينفع لك، وخني ساعتها احساسي. برافو. حط قدامي بقى طب قولي، بتحضر ايه بقى الفترة اللي جاية؟ والله بحضر الالبوم ان شاء الله الجديد، وبحضر البوم احمد زكي، دي الحاجات اكتر حاجات انا مهتم بيها. انا بسيب كل حاجه ما بنامش والله، يعني النهارده قبل ما اجي البرنامج انا قاعد في يعني في الاستوديو اكتر من 6 ساعات، بنبتدي نشتغل، بنعمل الكلام، بنعمل اللحن ان شاء الله، وربنا يسهل اخلصه في اسرع وقت ان شاء الله. ان شاء الله. محمود، بشكرك جدا على وجودك معانا، وبتمنى لك التوفيق. يعني والله انا اللي سعيد بجد النهارده. ربنا يخليك، ميرسي. وانت بتعرف في اغنيه تانية انت كنت عاملها ثوره 25 غير الاغنيه اللي احنا شفناها في الفاصل، صح؟ اسمها ايه وكلمات مين؟ هي أغنية الشهيد، كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع نور. اوكي، طيب بنشكرك مره تانية ونورتنا، وان ربنا شاء الله يرضى لينا يخليك لقاء يا رب تاني إن بعد شاء الله البوم بإذن الله، الفنان الراحل احمد زكي إن شاء الله والالبوم بإذن بتاعك الله، كمان الجديد. إن شاء ملك الله التوفيق، ربنا ميرسي. يخليك، شكرا جدا يا رب. ميرسي. اسمحوا لنا دلوقتي ننتقل الى تقرير، وهو الشفافيه في تخصيص املاك الدوله في مصر. وعقد باحدى فنادق القاهره مؤتمر الشفافيه في تخصيص املاك الدوله، والذي تضمن عده محاور، اهمها او اهم محاورها يعني مشكله تخصيص الاراضي في مصر، وتعمير اراضي الدوله والانتفاع بالاراضي الصحراويه.